مشاهدينا الكرام في كل مكان متواصلين معاكم من خلال أم درمان هذا المساء ومجموعة من الفقرات المختلفة. أكيد بنسعد جدا بمشاهدتكم وبمتابعتكم، وأكيد بنسعد أكثر عندما يأتينا ضيف داخل الاستوديو. واحد من ضيوفنا اللي بيزدان هذا المساء بألقهم وبجمالهم دكتور أنور دفع الله، الأستاذ الجامعي وصاحب رخصة مؤتمرات إكس في السودان. أهلا بك في مساء أم درمان. يا أهلا ومرحبتين، وشكرا جزيلا لكم على الاستضافة، ومرحب بعودة قناة أم درمان لتنعش المشهد السوداني، وتحية لمشاهديكم ومنهم أبنائي إقبال ومامون ومنا. ما شاء الله، يعطيهم نعم. ألف عافية. وأنت صاحب كثير من المبادرات على نطاق الإنترنت وأيضا تقنية المعلومات دكتور أنور، أسعد بك ثانية في قناة أم درمان الفضائية، لكن أرجو في البدء أن تعرفنا عن مشاريع تيدكس، ما الذي يعنيه هذا المصطلح أولا؟ طيب تيد هي مؤتمرات، سلسلة بتاعت مؤتمرات بدأت في كاليفورنيا في عام 1984، والفكرة بتاعتها الأساسية أنه أصحاب الأعمال وأصحاب الأفكار وأصحاب الاختراعات بيجي يقدموا الفكرة بتاعتهم في أقل من 18 دقيقة على مسرح، والمسرح ده بيتصور الفيديو بتاعه بيتحط بعدين في اليوتيوب واللي حطه في TED.com عشان يشاهدوه كل الناس من مختلف أنحاء العالم. الشعار الرئيسي بتاع تيد هو أفكار تستحق الانتشار، وبالتالي أي زو صاحب فكرة بيكون مجبور إنه يقدم الفكرة بتاعته. الفكرة بتاعته وليس المنتج بتاعه. إحنا لما نتكلم على فكرة غير إنه نتكلم على منتج، يعني الموضوع ليس للمبيعات الشركات لزيادة المبيعات، وإنما لإنعاش المجتمع، لإنعام المجتمع، بحيث إنه يكون مجتمع مبني على الأفكار ومبني على تشارك المعرفة، على أساس إنه البشرية كلها تمشي لقدام. في مؤتمرات تيد بتقدم دائما اللي بيقول على الماستر بيسز، يعني القطعه الاصليه. اول مره البرامج بتاع التصميم المشهوره بتاعت ادوبي فوتوشوب ولا الستريتر، البي سي الكمبيوتر نفسه الشخصي، تم تقديمها عبر مؤتمرات تيد. طيب. وهي حته بتلاقوا فيها الناس رواد الاعمال من السيليكون فالي للجامعات الامريكيه والجامعات الاوروبيه والعالميه، والناس بتلتقي في فتره بتخلي العالم المفروض انه بعدها افضل مما هو عليه. في سنه 2008 بدوا في طلب كثير جدا لانه تيد يكون مستضاف في بلدنا ولا مستضاف في قارتنا، لانه هو حاجه كانها حاجه محور بتاع امريكي، بس الناس بتجيها من برا، فالناس طلبوا انه تيد يكون يطلع من امريكا ويطلع من الـ من الـ النظام البي الامريكي. فعملت حاجه اسمها تيد اكس. الاكس دي مكان، شارع، جامعه، شركه الى اخره يستضاف فيها المؤتمر. فكنت طالب في كوريا الجنوبيه، طالب دكتوراه في مجال تقنيه المعلومات وعلوم الحاسب، وحبيت انه السودان يكون عنده وجود في عالم الافكار ده، العالم فيه محبه شديده جدا وفيه تبادل الافكار والى اخره، وقدمنا الرخصه بتاعه تيد اكس خرطوم. اول تيد اكس خرطوم اقيم في مارس 2011، والان احنا تقريبا في مارس اللي هو الشهر الجاي ده هنحتفل ب 6 سنوات من انتعاش المجتمع السوداني بالافكار تستحق الانتشار. طيب دكتور، يعني اكيد التقانه والعولمه والانترنت وهذا الركب اللي متوسع يوم بعد يوم، المفروض احنا نكون مساهمين نوعا ما. تيد اكس تبعتها هذه الدوره أم درمان. نعم. الاسم والمدينة وإحنا نقول الإحساس. نعم نعم نعم. لماذا تيد إكس أم درمان؟ وإحنا نعلم الآن أنت في تجهيزك لفكرة تيد إكس أم درمان. نعم، المؤتمر الشهري بتاع تيد إكس أم درمان هيكون يوم 25 فبراير، وأنا الحقيقة ما قادر أحد يعني أعبر لكم عن مدى الفرحة بتاعتي والإثارة بأنه تيد إكس أم درمان لأول مرة يقام. طيب. هو السؤال اللي سألناه نفسنا إنه لماذا لا يوجد تيد إكس أم درمان حتى الآن؟ احنا بدينا تيد اكس خرطوم، وبعد تيد اكس خرطوم تبعتها عدد من المؤتمرات في المدن والجامعات، والى يعني في تيد اكس بور سودان، تيد اكس اللبيض، تيد اكس ود مدني، بعدين الجامعات جامعه الجزيره، جامعه الخرطوم، الاحفاد، المامون حميده، يعني كثير جدا. ليه تاخرت ام درمان يعني؟ ام درمان تاخرت لانه يفترض احنا على حسب التخطيط بتاعنا كان لمجتمع تيد اكس، بناء تيد اكس في السودان كله، انه يكون كل واحد يمسك مكان مختلف. وقلنا انه خرطوم دي العاصمه، المفروض انه فيها طيب. اكبر الحاجات، لكن سبحان الله بعد تفكير عميق في الموضوع لكنه ام درمان دي هي الاكبر في الكثافه السكانيه والاكبر في المساحه الجغرافيه والاكبر في والتاريخ والتصاهر بتاع الناس، كل الحاجات مرتبطه بام درمان اكثر. فقلنا يا اخي انه لازم نبدا تيد اكس ام درمان، ولازم نبداه بشعار يخلي الناس فعلا
يعيدوا التفكير في نفسهم وفي مستقبل بلدنا ككل. الشعار بتاعه ما الذي نحتاجه الآن؟ What we need now. يعني كل واحد من المتحدثين العظيمين اللي هيجي يتكلموا عندنا هيجي يتشارك أفكاره حول إجابة السؤال ده، ما الذي نحتاجه الآن؟ طيب هذا سؤال كبير، ما الذي نحتاجه الآن؟ الإجابة على هذا السؤال أكيد من خلال حلقة اليوم في أم درمان هذا المساء. لكن شنو اللي بينقص الموظف السوداني تحديدا، وشنو اللي بخليه دائما يكون هو قادر على المنافسة في سوق العمل، المؤهلات العلمية أما الشخصية أم حتى ناحية التدريب بالنسبة للموظف السوداني؟ الحين عندنا مجموعات كثيرة في الفيسبوك، بنحاول في المجموعات دي إنه المحترفين والمختصين والخبراء يتشاركوا المعلومات والتجارب بتاعتهم، بحيث إنه يخلوا الموظف السوداني أكثر قابلية للتوظيف، يخلوا رجل الأعمال ولا سيدة الأعمال السودانية أكثر قابلية للمنافسة في سوق العمل وإلى آخره. فالسؤال ده ممكن نتكلم عن جوانب كثيرة فيه، يعني ده ما مجال التخصص بتاعي، لكن أنا بساعد في إنشاء منصات بحيث إنه يجي المختصين والخبراء يتشاركوا الأفكار بتاعتهم. عندنا مجموعة في الفيسبوك اسمها مجموعة للتوظيف والتشبيك، اللي هو النتوركينج، إنه أتعرف عليك بحيث إنه نعمل شغل مع بعض، ولا أنت تديني فرصة بتاعت عمل ولا كده. وفيه حاجات مفيدة بالنسبة للناس، أعتقد إنها مفيدة. أخلاقيات العمل مهمة جدا بالنسبة للموظف السوداني، أساس إنه يكون منافس داخل وخارج السودان. بنشوف إنه الإنتاجية بتاعت السوداني نفسه، نفس الزول الموجود هنا ده لما نمشي حتة ثانية تكون أكبر، بنتج أكثر، بنتج أكثر. فبالتالي الموضوع بتاع ممكن يكون فيه أخلاقيات العمل، الالتزام، الانضباط، ال اسمه شنو ده، تحقيق الربط المحدد الموجود. لكن طبعا مع تحسين البيئة، صحيح، على اساس انه يكون في انتاج افضل، يكون في تحسين البيمنت، القروش تدي للزول حوافز اكثر الى اخره. يا دكتور، اذا تكلمنا عن مشكله السودانيين، فبنلقى انه احنا اغلبيه السودانيين عندهم مشكله في التسويق لذاتهم، في التسويق لمؤهلاتهم، وعندنا صفات في ثقافتنا بتحول دون تقديمنا للاخرين بشكل او باخر. كيف يسوق الشخص لنفسه ومؤهلاته بطريقه صحيحه تجعله انه قادر على انتاج اكثر في اماكن مخصصه له؟ يعني نعم، الثقافة والكوميونيتي، المجتمع بتحتاجك ذا، واحدة من الحياة اللي بيعملها إنه بيخليك كيف تقدر تقدم الموضوع بتاعك بصورة أفضل. يعني واحدة إحنا من الحاجات اللي بنديها للمتحدثين البيجون اللي بنختاروا منه ويتكلموا في الموضوع المعني، اللي هو المهارة بتاع الخطابة الجماهيرية public speaking. وفيها جواها في تفاصيل كثيرة جدا جدا، في إنه كيف تكون مقنع، كيف إنك تكون تحكي قصة، وكيف إنه تعمل ترتبط الجمهور ده يحس انك انت والله انت معاه، وكيف تعمل الحاجه الجميله جدا. سبحان الله، ربنا ابدع في خلقنا، انه انا اشيل فكره من راسي هنا ده ادخلها جوا راس اي زول ثاني من غير عمليه جراحيه. حاجه يعني فاتنه جدا، مدهشه، مش كده؟ اقناع. كيف انه الزول الثاني يحس انه والله هو جزء من الموضوع بتاعك. لو انت عندك كول فور اكشن، لو انت داير الناس بعد ما انتهينا من الحدث ده بالضبط، الناس تتبرع بقروش عشان مثلا فارس النور، منظمه مجددون، عندهم مشروع بتاع مدرسة في شارع النيل للأطفال المشردين في الشوارع، كيف إنه بعد ما يتكلم الناس كلها تطلع الموبايلات بتاعتها تقوم تحول رصيد، ولا تمشي الانبوك بتاع البنك خرطوم وتحول قروش إلى آخره. فدي حاجة مهمة جدا جدا، فبالتالي أنت بتحسن من مهاراتك بتاعت الإقناع، بتاعت التسويق الذاتي. يعني من الصوت بتاعي أنا اللي بتكلم بيه معاكم، لشكلية جيتكم بيه إقناع للبادي لانجويج، يعني هسه الجسدي قاعد يتكلم، هل انا واثق ولا خايف الى اخره الى اخره. وهذا حاجه بيفتقر الكثيرين، يعني بالذات اللي داخلين على سوق العمل الجديد. صحيح، حتى للناس انه من خلال المقابلات الانترفيو تحديدا يحتاجون لهذا، يعني تبدو هي ثقافه. طيب شنو المطلوب، يعني خطوات على الهواء، انه لي انا ولسماح ولكل الناس اللي بيتابعونا على الهواء مباشره، يعني كيف اقدر اقنع الاخرين؟ يعني ابرز الخطوات اللي ممكن تتبع لإقناع الآخر. في خبير بتاع موارد بشرية اسمه عمر الإمام. قبل شوية كنا عاملين معه لقاء نحن لايف في فيسبوك لصالح المجموعة دي. فكان بيتكلم على إنه مثلا لو في واحد عرض عليك وظيفة، أنت المفروض تسأل الوظيفة دي التفاصيل بتاعتها شنو. صحيح، يعني ليه لما قال لي تعال اشتغل مذيع في قناة أم درمان، أنا سمعت مذيع وقناة أم درمان، التفاصيل جوا. ممكن يقول لك يا اسمع، بعد ما تقوم تعمل اللقاء بتاعك تقوم تكنس الحته دي بكل بساطه، يقول لك فيها قروش خلاص اوكي. هي بالتالي انت لازم تعرف الجوب ديسكريبشن، الشرح الوظيفه كله بصوره كامله قبل ما تمشي. صحيح. ثاني حاجه، لما انا جاي قالوا لي في وظيفه عشان اجي اعملوا معي انترفيو ولا كده، لازم اعرف حاجه اتكلم مع منو. صح، حاجه اتكلم مع مدير الاستديو، حتكلم مع بتاع الصوت، حتكلم مع مدير عام القناه ولا بتاع، لانه لو جيت لقيت النازل كلهم قاعدين لي كده باي مصطلحات، حتى كل قسم عنده مصطلحاته. صحيح،
فده كان ليسون بسيط جدا يعني. تشارك معنا خبير الموارد البشريه عمر الامام قبل شويه لصالح الجروب ده في الجروب بتاع مجموعه التوظيف والتشبيك. لكن في حاجات كثيره ثانيه احنا ما عرفناها. طبعا هو علم كبير يعني هيتكلم كيف نكتب السيره الذاتيه بتاعتنا بحيث انه الناس تستفيد فائده قصوى من الجوب انترفيو. انا اعتقد انه التطوع ممكن يفيد كثير جدا جدا. احنا هسه في تيدكس بنستصحب معانا كميه بتاعت ناس بيطوروا مهاراتهم. في حاجه اسمها الانفورميشنال انترفيو اللي هو انترفيو ما قبل الانترفيو الحقيقي. يعني انا بكره ماشي عندي انترفيو مع شركه اكس طيب. بمشي لزول خبير في شركه واي طيب. بقعد معه وبقول له يا اخي اسمع انا دار وظفني. بيقعد يقول لي ها اسمك منو كلمنا عن نفسك. ببدا طوال اتكلم واسوي راسي كده يقول لي لا في الانترفيو المفروض تكون رافع راسك لفوق مهارات عيونك دي ايه. فالزول بيجهزك بحيث انك تكون امبلويبل تكون قابل للتوظيف في الحته اللي انت ماشيها دي كلها مهارات. افتكر انه الناس ممكن تتشارك عنا اكثر في المجتمعات المفتوحه. نعم اذا تكلمنا يا دكتور عن سلبيات الشخصيه السودانيه في سوق العمل ليه احنا ما بنأدي الطاقه القصوى؟ ما هي العيوب التي يعني بتشكل الشخصية السودانية؟ ليه زي ما قلت انه الشخصية السودانية اذا اشتغلت برا بتنتج اضعاف واضعاف؟ الشخصية السودانية شخصية اجتماعية والمجتمع بتاعنا السوداني ده كله قائم على حاجات اجتماعية طيب. يعني بيقول السودانيين ما عندهم وقت. مش كده يقول لك انه الزول ده والله يا اخي ما عنده مواعيد. الزول ده قلت له تعالي الساعة 5 وقام ما جاني. كده الساعة 5 نفسها قولي لأي سوداني إنه والله في جنازة أسف في المقابر تنتظر لغاية الساعة 6 الساعة 7 إذا ما جت تمشي. أي دي المثال اللي بيقولوها يعني نكتوا على نفسهم. لكن لو قلت لأي سوداني إنه في جنازة أسف في المقابر الساعة 5 حتلقاه في المقابر معناه الكلام ده بينفي إنه السودانيين ما بيحترموا الزمن. الناس بيحترموا الزمن لكن زمن شنو؟ الإيفنت شنو؟ بأهميته بالنسبة لهم في الثقافة بتاعتنا. يعني إحنا مثلا بنهتم جدا إنه قدام الناس أظهر إن أنا كويس. بالتالي احنا لازم نعيد صياغه وتصميم حياتنا بحيث انها تنفع مع شخصيتنا. طيب يمكن الحاجه دي كمان معلش يا دكتور ما قطعك لكن يمكن تكون مرتبطه بالبيمنت. يعني انت برا بتلقى الكلام ده طبعا وفقا لبحث علمي يدعم البحث علمي وشافوا اكثر الحياة بتاثر في انتقال الموظفين من مكان لمكان من شركه لشركه ومن دوله لدوله الى اخره. لقوا انه ما القروش دي نمره 3 ولا 4. نمرة 1 هو التقدير من المرؤوس بتاعك. يعني لو كان مديرك في العمل ولا زول الهناية ده بيجي يديك كده نهاية اليوم كده خبطتين كيف يقول لك يا أخي والله ممتاز يا أخي يا السلام عليك يعني يديك حطة الأدبي الحاجة دي اللي هو الرضا الوظيفي دي طيب. دي أهم بكثير جدا بالنسبة للناس من القروش ممتاز. وده حاجة في السودان هنا واقع عندنا ممتاز. صح صح. دكتور أنور حنتوقف هنا معنا فيديو كيفية الشرح عن إذا كان تيدكس خرطوم أو تيدكس بور سودان وتيدكس أمدرمان سويا نتابع التفاصيل والصورة كالعادة هي أبلغ وأصدق من التعبير. Typical TEDsters, they are dreaming about big stuff. How they can do something bigger than themselves. And they are dreamers. They are dreamers. And if you find somebody who shares your dream, step up to him or her. And ask, how can I help? How can I bring your idea further? I told him, I have a dream. I want to bring this experience to Iraq, to Baghdad. TEDx, this is what brought me back to my home country. And the reason I waited so many years, I didn't want to go empty-handed. I found something that could make an impact in my country, and in this case was TED. I started watching videos on TED.com. I was really inspired, didn't sleep the whole night. The next day, okay, if this thing inspires me, then why not? I'm gonna share this thing to my community in Ethiopia. Part of my community in Serbia. This is my community. My community. Communities that are tucked away in villages across the world. To tell to the world that we have great thinkers and great doers. The sum of the local is the global. 텔레비전을 끄고 인터넷 접속을 끄고 끊고 일어나서 뭔가를 시작하면 됩니다. Rubber bullets, fire bombs, a wall of human chain of young Egyptians decided to hold hands to protect the museum. It's an opportunity to contribute to their communities and change the world in their own way.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. وزي ما شفنا مع بعض تيدكس يمكن هي اول الورد كل العالم في كل انحائه شبكه واحده. هم انه تاهل وتؤهل انسان قادر على خلق بيئه ملائمه له سواء في العالم في العمل او في الحياه العاديه. في العمل من اجل رفع العلم عشان اساسا كما ربنا يرفع علم بلدنا يعني عاليا خفاقا بسواعد ابناء وبناته يعني ان شاء الله. هنا في السودان النافذه الرئيسيه لتيدكس يمكن صفحه في الفيسبوك تحمل اسم سودانيز ريسيرشز. السودانيز ريسيرش هو مجتمع بتاع الباحثين السودانيين. مجتمعات تيدكس هي كل زول بياخذ رخصه وبيعمل تيدكس بتاعه. يعني تيدكس اللبيض مستقله ومنفصله عن تيدكس الخرطوم، تيدكس اومدرمان، تيدكس سوبا، تيدكس نساء، تيدكس هنا بوكس الى اخره. طيب. فكل رخصه الزول بياخذها لوحده، لكن في التقاء كبير جدا ما بين مجتمع الباحثين السودانيز ريسيرشز ومجتمع تيدكس. لانه تيدكس احنا بنطالب الناس اللي عندهم افكار وعندهم اختراعات وعندهم مشاريع بحثيه والى اخره انهم يجي يعرضوا النتائج بتاعت البحث بتاعتهم للمجتمع ككل، للمجتمع اللي هيحضر جوا القاعه دي والخارجي والناس البره لما تسجل الفيديو في اليوتيوب ويتخطى لكل الناس. صحيح. لكن دكتور أرور يعني شنو الفكره من وراء انشائها؟ الباحثين السودانيين؟ ايه؟ الباحثين السودانيين ده مجتمع بديناه ونحن كنا طلاب دراسات عليا في 2009. طيب. الفكره بتاعتي ان احنا دايرين نعرف سؤال اجابه على سؤال. السؤال هو هل احنا بنقدر نحل مشاكلنا؟ لو حنقدر نحل مشاكلنا هل بنقدر نحل مشاكلنا بصوره منهجيه؟ طيب ان احنا الناس اللي بنقدر نحل مشاكل بصوره مين هو احنا؟ وين النتائج بتاعنا البحثي؟ يعني السودان ده كدوله كده من سنه 56 لحد الليله في ناس كتير جدا تخرج من الجامعات بكالوريوس ماجستير دكتوراه، ناس باحثين خطيرين جدا عملوا بحوث خطيره جدا جدا لكن وين ما معروف مش كده؟ فده الفكر الاساسي انه ده نعمل الفهرس اللي بيلم الناس دي منو شغال في شنو وعمل شنو والنتائج بتاعه البحث وينه. المجموعه دي بيقوم عليها زي تقريبا 22 ادمن، 22 ادمن دول كلهم ريسيرشرز كلهم باحثين وكلهم ناس اثبتوا يعني تراك ريكورد عالي جدا في البحث والنشر العلمي ولا كده، من دكتوره اميمه هاشم عبد المطلب في مثلا في جامعه فانكوفر في كندا اللي هي عضو في المكتب التنفيذي بتاع المهندسين الكنديين، لحد دكتور هشام الضي في نيوزيلندا اللي هو واحد من اكثر الناس تاثيرا فيما يخص الجين اكسبريشن والجينوم اللي هو كل الحاجات اللي علاقه بالسلسله بتاعت الحمض النووي. الناس دي كلهم قاسم مصعب خالد عمر سناء رشا كل الناس دي الباحثين دي يا اما ناس دكاتره بروفيسورز يا اما طلبه دكتوراه طلبه ماجستير كلهم بيصبوا في شنو؟ في انه يزيدوا الكاباسيتيز بتاعت الناس ويكلموا الناس اللي حوالينهم يلهمون فينا يا اخواننا قدموا النتائج بتاع البحث بتاعكم في حته فلانه ان شاء الله. هي حاجه جميله جدا يعني انه احنا يكون عندنا كيان بالضخامه دي حول العالم يعني فيه قريب 150 الف عضو بالمناسبه فيعتبر اكبر اكبر تجمع اكاديمي بحثي سوداني في العالم كله. ده الحاجه الموجوده في الفيسبوك. الحاجه دي اكيد حتخدم السودان وتخدم السودانيين. صحيح. الشباب والباحثين وكل من يطلب العلم في طريق التاهيل الانسان السوداني. اذا تكلمنا عن فكره تيدكس اومدرمان والايفنت اللي حيقام في مارس ان شاء الله عاوزين انك باختصار في هذا الشهر 25 فبراير باقي له 21 يوم 3 اسابيع بالضبط يعني طيب احنا عاوزين نتكلم عن دعوه عامه لكل الناس ويعني تعريف بالايفنت وحيكون في شنو ان شاء الله. الايفنت ان شاء الله يوم 25 حيكون ايفنت مسائي اللي هو يوم سبت 25 فبراير حيكون حاجه مسائيه حيتكلموا فيه مختلف المتحدثين والمتحدثات عن مواضيع مختلفه يعني حاجات انا افتكر انها يعني حتكون مثيره للاهتمام بالنسبه للناس اللي حيحضروا ان شاء الله. احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله حتكون التذاكر متوفره للناس بحيث انه اي زول يجهز نفسه بالنسبه للرعاه والى اخره. الاسبوع الجاي حتكون حاجه جاهزه. السؤال ما الذي نحتاجه الان؟ ده سؤال يعني دعوه على اساس انه الناس في كل مناحي الحياه كل الناس يجي يقول والله يا اخي انا بفتكر انه الذي نحتاجه الان هو استثمار اكثر في الزراعه. الذي نحتاجه الان هو شخصيه سودانيه اكثر قوه. الذي نحتاجه الان هو استثمار مثلا مشترك ما بيننا وبين امريكا ولا بين اي الى اخره. كل زول بيجي في المجال بتاعه ونحس ناس حيقدموا اختراعات في ناس حيقدموا عن الاعلام عن اي مناحي الحياه. طيب لكن هل في تقييم في متابعه لي
الاختراعات وايضا للافكار ربما ايضا زي ما قالت سماح قبل شويه تخدم المجتمع وترفع من علم السودان حتى نساعد في هذه التنميه. هل في رصد يوميا للدفع بهذه الاختراعات؟ اذا كان الاجابه نعم، لمن تدفعون بها وهل تطبق على ارض الواقع؟ والله بعض المرات طبعا احنا بنقوم زي ما اقول شنو بنسرح سرحه بعيده كده، ويعني في الاعلام بنقوم نقول كلام سمح يطمن الناس كده يديهم انا، لكن بدعو الناس للقلق لانه القلق هو المبعث لانه الناس تشتغل اكثر وتعمل اكثر. في ناس سودانيين بنواسهم موجودين في السودان ده انجز انجازات ضخمه جدا جدا، يعني في واحد مخترع اسمه محمد ارصد ده ان شاء الله حيكون من المتحدثين في تيدكس، عنده 11 براءات اختراع مختلفه يعني حاجات مشارك بها، وفي الجائزه الاولى في الصين والجائزة الثانية في كوريا والجائزة الثانية في قطر وإلى آخره، اختراعات كلها الأولى من نوعها، يعني اختراع مثلا بتاع إنه تولد طاقة شمسية من الشمس نفسها، تجيب من الشمس عبر الليزر في السودان هنا تخزن ولا في أي حتة في العالم تخزن الطاقة الشمسية دي، يعني نجيبها طوالي يعني ما يكون في حاجة بينك وبين ليه ما في تسليط ضوء يعني عبركم انتو تيدكس خرطوم او ام درمان او بورت سودان يعني ليه ما في تسليط يعني اضواء؟ هو طبعا احنا برضو كمان عشان احنا محكومين بامكانيات محددة ومحكومين يعني بموارد بشرية محددة في وقت محدد، يعني احنا في متغيرات كثيرة جدا بنكون شغالين فيها. يعني بعض المرات انت بتقول انه والله انا ما عندي علاقة مثلا مع هيحصل في امريكا شنو هنا في السودان، لكن بتلقى انه في علاقه يعني مثلا مش كده؟ صح الحاجات كلها مربطه مع بعض، احنا بنحاول نعالج الحاجات دي كده ونشوف وين ممكن نقدم مساهمه والوقت المناسب اللي نقدم فيه المساهمه. طبعا دعوه لانه كل الناس اي زول عنده مساهمه دار يساهم بها في تيدكس ام درمان مرحب بكم، يعني الحاجه دي ما مقفوله بالعكس مفتوحه لكل الناس. دكتور انور دفعاله الاستاذ الجامعي وصاحب رخصه مؤتمرات تيدكس في السودان، شكرا لكم ضيف على ام درمان. شكرا جزيلا لكم وان شاء الله نشوفكم في ايام جايه ان شاء الله، وانتم مدعوين للمؤتمر وانتم مشاهديكم. نعم تيدكس ام درمان. تيدكس ام درمان بالضبط ان شاء الله. شكرا لك دكتور انور دفع الله وايضا صاحب كثير من المبادرات على نطاق الانترنت وايضا تقنيه المعلومات. هديه العدد ام درمان هذا المساء سويا نتابع.